الناخبون الموريتانيون يدنون بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية 2019. رئيس الجمهورية وسيدة حرمه يؤديان واجبهما الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية. المترشحون للانتخابات الرئاسية 2019 يدلون بأصواتهم في مكاتب مختلفة بالعاصمة نواكشوط. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الثامنة من الموريتانية، ونبدأها ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب السمو هنري الأكبر دوق لوكسمبورغ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لدوق لوكسمبورغ عزم بلادنا القوي على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز بطراد علاقات التعاون القائمة بين لوكسمبورغ وموريتانيا. انطلقت صباح اليوم على عموم التراب الوطني عملية اقتراع الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ومنذ الساعات الصباح الأولى توافدت أعداد كبيرة من الناخبين الذين حرصوا على أداء واجبهم الانتخابي مشكلين الطوابير أمام المكاتب. ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع 3870 مكتب تصويت، 45 منها خارج البلاد. ويتنافس في هذا الاقتراع 6 مترشحين هم السادة محمد والشيخ محمد أحمد والشيخ القزواني، سيدي محمد البكر البوسارف، بيرام والداه والعبيد، محمد السيدي والمولود، محمد الأمين والمرتشي والوافي، كان حميد وبابا. هذا وينتظر أن تغلق وقلقت مكاتب الاقتراع أبوابها على تمام الساعة 7 من هذا المساء، ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 1.5 مليون ناخب مسجلين على اللائحة الانتخابية. ويتضمن هذا العدد الإضافة الجديدة التي ألحقت باللائحة الانتخابية بعد المراجعة الأخيرة في الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي، حيث زاد عدد المسجلين الجدد على 300,000 ناخب. أدى رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز والسيدة الأولى مريم بنت أحمد الملقبة تكبر صباح اليوم بالمكتب رقم 3 بالإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة في نواكشوط، وأجبهما الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية للعام 2019. وبعد أن أدى واجبه الانتخابي أدى رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز بتصريح قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونحمد الله على ما من علينا من نعمه وأمنه واستقرار الحمد لله لبلدنا. وهذه مناسبة لي لنشكر الشعب الموريتاني ونهنوا على هذه الانتخابات اللي راجين عنها تعود انتخابات شفافة.
أفصل بين العشرية اللي عشنا الحمد لله فيها ياسر من الأمن والاستقرار والازدهار والنمو لبلدنا. وعنها تعود أيضا انطلاقة هذه المناسبة تعود انطلاقة ماموريات جديدة يتطور فيها البلد وين أكثر من الماضي. هو اللي يتمناه لبلدنا. بما أني نهني الشعب الموريتاني ونشكره يطلبوا أيضا أنه يستمر في جعل البلد فوق كل شيء، عود فوق الأشخاص، فوق المترشحين، استقرار الأمن، استقرار البلد وأمنه يعود فوق كل شيء، عود هو الشغل والهم الشعب الموريتاني قبل كل شيء. ونتابع إن شاء الله استقرار بلدنا وننتخب الرئيس المناسب، الرئيس المناسب لدى الشعب ولدى البلد لله يمرر ذا البلد ويكرد الطريق الصحيح اللي هي طريقة الأمن والاستقرار والأمن والوحدة الوطنية لأنها ضرورية للبلد. هذا مجهول جميع طوائف الشعب الموريتاني لأن أهم من كل شيء الأمن والاستقرار، لأنه ما في ظل الأمن والاستقرار هو اللي قد يحصل فيه النمو ذا البلد اللي فاصلين فيه، ونحافظ على اللي عدلنا كامل من المكتسبات من بنية تحتية. هذا من جهة، وهذا ما يقد يحصل ما هو من عود الشعب الموريتاني دارك أهميته. وعود بعيد عندك الخطابات، خطابات التفرقة، خطابات العنف، خطابات العنصرية، بعدهم الشعب الموريتاني. يعني مصلحة الشعب ومصلحة واستمرارية دولتنا تطلب عنا كلنا يقبض مسؤوليته اتجاه وطنه قبل أن يتبع البعض. هذا يكون واضح للشعب الموريتاني وعن الدولة إن شاء الله وقواتنا، قوات أمننا عنها لا هي إن شاء الله لا يتم قائمة بواجبها ولا يتحافظ تحافظ إن شاء الله على أمن البلد وعلى استقراره واستمراريته، وعنها أيضا لا يتحافظ وتحصن وتساعد في ترسيخ الديمقراطية أيضا. سيادة الرئيس ما قررت كمال الخارجية الفرنسية اللي أخذت بيان راعيها تحذرهم بهم الانتخابات الموريتانية، نختاركم تطمنوا الشعب الموريتاني لأنه قد يزرق بأمانه وباي رسالتكم للشعب الفرنسي. ولأن الحمد لله الأمن مضبوط إن شاء الله، مضبوط ضابط الجيش وضابط القوات المكلفة به قوات الأمن ضابطين الأمن والاستقرار في البلد وضابط ملي مستوى وعي الشعب الموريتاني، مستوى مسؤولية الشعب الموريتاني أهم اللي بتقول عليه. شكرا. أدلى الوزير الأول السيد محمد سالم للبشير صباح اليوم بالمكتب رقم 1 بإدارة العقارات وأملاك الدولة في ولاية نواكشوط الغربية بصوته في الانتخابات الرئاسية ليونيو 2019 التي انطلقت عملية التصويت في شوطه الأول اليوم على عموم التراب الوطني. وأدلى الوزير الأول السيد محمد سالم البشير بعد أداء واجبه الوطني بالتصريح التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. كيف شفتوا دليت بصوتي بهذه المناسبة نختار نهنا الشعب الموريتاني على مستوى النضج اللي برهن به طيلة هذه الحملة اللي الحمد لله مرت بظروف جيدة تعكس مستوى الديمقراطية اللي اليوم عاد عملية يمارسها الشعب الموريتاني، وهذا مكسب أساسي يلا نحافظ عليه كاملين بكل جهد. وأشكركم.
أدى المترشح محمد الشيخ والمحمد والمحمد الشيخ والشيخ القزواني صباح اليوم بالمكتب رقم 8 بالمركب الأولمبي في نواكشوط واجبه الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية للعام 2019. وبعد أداء واجبي الانتخابي للمترشح محمد وللشيخ محمد أحمد وللشيخ الغزواني بتصريح جاء فيه: أنا جيت لهذا المكتب إياك نقترع وندلي بصوتي كمواطن موريتاني مسجل على اللائحة الانتخابية الوطنية، وأنا أعتز وأفتخر بهذه الأجواء، بهذا الجو الذي اقترعت فيه، جو من الاطمئنان والارتياح. ولن تفوتني هذه الفرصة قبل أن أهنئ الشعب الموريتاني على نضجه السياسي وعلى ما برهن عليه من وعي من خلال هذه الحملة اللي مرت بسلام وبأمان وبطمأنينة. وبالمكتب رقم 4 بمدرسة الإمام الشافعي في مقاطعة تفرق زينة أدى المترشح لرئاسيات يونيو 2019 السيد سيدي محمد البكر البوسارف صباح اليوم بصوته في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية للعام 2019. وبعيد التصويت للمترشح لرئاسيات يونيو 2019 السيد سيدي محمد البكر البوسالف بتصريح قال فيه: كما يعرف الجميع هذا المسلسل الانتخابي شابته كثير من العيوب في بدايته، ولست الآن بصدد تعدادها، ولكن أشير إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيلتها لا تزال مغايرة للقانون وفيها اختلال كبير. كذلك لم يدعى المراقبون الأجانب إلى هذه الانتخابات، ومنحت صفقة أساسية في هذا المسار إلى نافذين يدعمون مرشح نافذ بالتحديد يدعم مرشح النظام. كذلك تعيين مكاتب التصويت، رؤساء مكاتب التصويت أيضا تمت بدون شفافية وبتدخل سافر من بعض النافذين. على كل حال، أنا كمرشح وزملائي مرشحو المعارضة عملنا على أن نكون فعلا ممثلين في كل مكاتب التصويت على امتداد التراب الوطني، وأملنا أن تستجيب السلطات للدعوات المتكررة من أجل الشفافية وتطلعات الشعب الموريتاني وشبابه من أجل الشفافية. المؤشرات التي لدينا مقلقة في الحقيقة، فمثلا اليوم منع بعض ممثلي المرشحين مرشحي المعارضة من دخول المكاتب تحت ضغط بعض النافذين، ومع الأسف اللجنة ضعفت أمام هذا الضغط، ولذلك فنحن نأمل أن يتدارك الموقف، ونرجو
أن تمر هذه الانتخابات بشفافية. الموريتانيون يراقبون، والعالم كله يراقب، وشباب موريتانيا يراقب، ولن يقبل سرقة نتائج هذه الانتخابات. الشعب الموريتاني مستعد لتقديم دروس في الديمقراطية وفي التحمل وفي الصبر، ولكن الشباب الموريتاني لن يقبل أن تسرق نتائجه، ولا أن تسلب إرادته، ولا أن يتلاعب بنتائج الانتخابات. ونحن نؤكد من هذا المنبر، من هذا المقام، أننا سنمضي في هذه الانتخابات، ولكننا سنمضي بحزم وبيقظة، وسنندد وسنفضح كل الخروقات التي تتم في هذه العملية. وأملنا أن تستجيب السلطات لهذا النداء، وأن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة. هذا هو طريق الديمقراطية وطريق الاستقرار. أدى المترشح للانتخابات الرئاسية السيد برام ولداه العبيد صباح اليوم بالمكتب رقم 5 بثانوية الرياض رقم 1 واجبه الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية للعام 2019. وبعد أداء واجبي الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية 2019 السيد برام ولداه العبيد بالتصريح التالي: أراني محيي جميع الموريتانيين والموريتانيات، محييهم وراجي لهم إن شاء الله انتخابات حرة ونزيهة. أراهم الموريتانيين ظهروا خيارهم في هذه الانتخابات، في هذه الحملة الانتخابية، ظهروه عن طريق عزوفهم وإدارتهم الظهر للنظام اللي صادر حرياتهم وفقرهم ومزق وحدتهم ونهب خيراتهم وداس على حقوقهم. ظهروها عن طريق عزوفهم عنه، إدارتهم ظهر له، وتوجههم بصفة مكثفة وغفيرة، وبصفة عفوية، بصفة حماسية، شور المشروع الانتخابي اللي قدم لهم برام الداعبي. شاكر الموريتانيين والموريتانيات عنهم وفيين للسلم، وفيين للشرعية الوطنية والشرعية الدولية، ومؤكد للناس اللي حاكمة للشعب حاكمته بالقهر وبالتعسف بالتجويع وبسياسة فرق تسد عنها، تعرف عن هذه اللحظة، لحظة التحرر، لحظة التغيير، لحظة القطيعة مع هذا النظام. وذاك اللي ظهر في الانتخابات، وذاك اللي ظهر في الحملة الانتخابية عن طريق إقبال موريتانيا على القطيعة مع النظام وعلى التغيير، ليتأكد الصناديق الاقتراع. موجه نداء لأصحاب الضمير في أروقة النظام الحاكم عنهم يحكموا ضمائرهم، وعنهم يرفقوا في الشعب الموريتاني، يرفقوا به ويحذروا من جره المطبات ومتاهات شفناها عصت بدول أخرى ومجتمعات أخرى لا تحمد عقباها، وعنهم يقبلوا الانتخابات إرادة الشعب تمر عن طريق صناديق الاقتراع.
لا يعترضونها بذيك أشكال وأنواع التزوير، ذيك إجراءات التزوير لا يتعرضوا بها لإرادة الشعب الموريتاني. أنا مستعد أن أبقى مع الشعب حيث هو. إذا سرق الشعب ورفض السرقة سأبقى مع الشعب المسروق في الشوارع. إذن من فضلكم، نهبتم وسرقتم وبطشتم وعذبتم، اتركوا لنا ما بقي من دولتنا، اتركوا لنا ما بقي من شعبنا، اتركوا لنا ما بقي من ثروتنا، اتركوه لنا، لأننا اخترنا أن نغيركم، أن يحل آخرون محلكم. والسلام عليكم ورحمة الله. المترشح لرئاسية 2019 السيد محمد السيدي المولود أدى صباح اليوم بالمكتب رقم 4 بمدرسة الإمام الشافعي في مقاطعة تفرق زين واجبه الانتخابي في الشوط الأول من هذه الانتخابات. رجح السيد محمد السيدي المولود بتصريح جاء فيه: بلادنا وأملي كبير أن تجري الأمور بشكل طبيعي، أي أن تحترم إرادة الناخب ويتم انتخاب رئيس جديد لموريتانيا، وتكون إذن يكون هناك إذن لثاني مرة تناوب سلمي على السلطة. بالطبع عندنا تخوشات كبيرة في المعارضة ولدى الرأي العام، لأن العملية الانتخابية برمتها قد اختطفت من البداية، وأن الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة حزبية تنتمي إلى معسكر خصمنا اللي هو مرشح النظام، وكذلك هناك بالطبع ترتيبات فنية لا ندري آليتها ولا ندري كيف يتم استخدامها، هذا بدءا باللائحة الانتخابية وكذلك بآلية المعلوماتية التي ستفرز النتائج النهائية. ولكن مع ذلك أملنا كبير أن تنتصر إرادة الناخب، لأن الموريتانيين حسب ما لاحظناه وما لمسناه في جولتنا عبر كل الولايات، أن إرادة الناخب، إرادة المواطنين هي في التغيير، في التغيير الحقيقي، وهذا بالطبع يتساوى فيه نواكشو العاصمة السياسية مع كل الولايات الأخرى. وضعنا الترتيبات اللازمة لمراقبة الوضع، وذلك على امتداد التراب الوطني. إذن عندنا مراقبين ويوافونا بما يحدث في سير المكاتب، وبالطبع عند فرز النتائج أيضا، ولذلك نحن على علم بما يجري. حسب المعلومات التي ستريدونها سنتصرف إن شاء الله. حسب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، تمت دعوتكم لمراقبة عملية إنتاج بطاقات التصويت، هل شاركتم في مراقبة هذه العملية؟ لا علم لنا بذلك، وبالتالي لا نرى في هذه العملية عملية جرت بنزاهة، لأن المناقصة كانت مناقصة منظمة من طرف واحد، واتخذ فيها القرار من طرف واحد بغيابنا وبغياب ممثلي كل الأطراف الأخرى من المرشحين، وبالطبع استفاد منها نفس الطرف أي نفس المعسكر الذي هو خصمنا في هذا الاقتراح. المترشح لرئاسية 2019 سيد محمد لمينو للمرتجي وللوافي أدى صباح اليوم بالمكتب رقم 2 بإدارة العقارات بمقاطعة تفرق زينة واجبه الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية.
وأعيد تصويت للمترشح السيد محمد الأمين المرتجي الوافي بالتصريح التالي. أولا نهنئ الشعب الموريتاني بمستوى الوعي اللي وصل له، وحقا مبشر خير بلي احنا سابقا كنا نعرفوا السياسة الناس كانت فهمتها فهم ما هو الصحيح، تشكل انها قاع ضيقه بين الناس. لكن الحمد لله تجبر الاسره الوحيده، تجبر اعضاء افراد الاسره كلهم عنده مرشح وهم في نفس البيت، وهذا حقا هو اللي يالتو يعود خالق ومبشر على اني قد يخلق تغيير، والله يخلق هذا بيدي محد مده كامله تصاق نفس السوقه بمستوى الجهه، والله مستوى القبيله، والله مستوى الاسره، معناها ما فهم قاعد تغيير عن ليتم الدنيا دا ساكنه مساعدات قلينا الاسره الواحد بنقرا البيت الواحد، تجبر الاب مع مرشح والام مع مرشح ثاني والاولاد مع مرشح، هذا حقا مبشر، وبالنسبه لنا اعتبرنا على انه مؤشر على ان الله اللي على ان قبلنا القرار في الوقت المناسب، وسيكون ما له ان شاء الله في الانتخابات وفي الانتخابات المقبله، وهذه مولي الانتخابات الحمد لله اللي خالطي الحمله بهدوء وبسكينه مع كامل احترام بينات المرشحين انفسهم، ما فيهم ودي جرح من الاخر، وفي نفس الوقت بين 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 مناضلينهم، هذا هو المهم بيدي حقا تجريح في الاشخاص وشذا ما هو هو اللي لا يجيب النتائج، احنا بحاجتنا في ان نتم ونعدل السياسه بهذه الطريقه. فما رجاج يمشي بقناعاته ما يمشي عن طريق ضغط، اسوى وشنو اسوى ضغط تقليدي واسوى ضغط مادي، يعرف مدة تتصل مع الروايات، والله اللي معلن المؤشرات عاد ايجابيه، وهذا بعد هو اشبه الشيء لاحظته وانا في هذه الانتخابات، والان طالب من المناضلين كاملين اللي احنا بعد اللي الشباب اللي اصلا علينا العار بعد قاعد في ذا الشكل من الروايات، يا الله تمنى لا يواصلوا في ذاك الهدوء وفي ذيك السكينه، ويا كذبتوا للناس على انهم عادوا فعلا عندهم الاحقيه في يجودوا ذا المنصب ويعودوا يعود منهم لين ما يعدلوها، لا يعودوا ما قاموا بواجبهم اللي الله يقوم به، واتمنى للجميع التوفيق، وفي نهايه الوقت نتمنى ذا البلد غالي علينا حتى، ولا معناها ولا يرتمرت شخصا ولا فرا لا يعود فلان والله علان، المهم ذاك اللي في صالح ذا البلد ان شاء الله هو اللي يحكم، احنا بلد مسلم وفي صالحنا دا السكينه وفي صالحنا ان شاء الله راجل عبد الله تبارك وتعالى التوفيق للمرشح اللي اكثر نتيجه على ذا البلد اسوء منهم، راجل نوع الولايه التوفيق، ويا رب تمد السعد كامله على انها على انها على انها ذاك اللي خاب وذاك اللي نجح، يا الله تتهنوا وتخلي عن هذوك الامور الاخرى اسوء وشنو، وراجل اللي من عند الناس هيئه المراقبه الرقابيه كامله تقوم بعملها بطريقه، ما معناها على ان الرقاج يتعامى عن ظلم، ولا معناها على انه يبارك الرقاج يغير الاهل على ان اشبه مده تم التافقه كامله، الوطن فاصل فيها وضعيف حتى، وفرض عليه من قدر من مسؤوليه وقدر من التحدي بالمسؤوليه، وهون اشكر الشباب الموريتاني والشبابيه اللي كانت اللي ثبتت مشات رساله ما هي قاعد لها الموريتان، مشات رساله الخارج مولي البلد على ان الشاب الموريتاني اصبح عنده من القدره على انه ينافس في الانتخابات الرئاسيه، وهي رساله قويه للشعوب الاخرى قاعده الافريقيه، واذا مهم ما فهمت املاءات ولا الشباب هو نفسه اقبل القرار، اقبل وسائل بسيطه وسائل التواصل الاجتماعي، واخذ مرشح وعدل حمله كيف الناس كامله، بضعف الوسائل تقلصت هيك نمرد ما يقد حد يترشح يعود عنده راعي اي رجاج بسيط شاب ترشح وعدل حملته كيف الناس كامله، ولا فر عليه تعود حمله دال فضه ولا فر عليه تعود فيها شراء ذمم برك الشعب، وفي زيارتي مدينه الداخل الحمد لله لاحظت وعي ما هو عادي فاجئني، احنا كنا هنا الموريتاني نقولوا موريتاني الاعماق وكذا كانوا موريتاني ما في الاعماق عادوا ما هو موعى من الخلطه اللي له، راهم مالكم واعي ولا تلاقوا قابلين ذاك ولا تلاقوا قابلين بيع اصواتهم ولا تلاقوا قابلين يكسر كلهم صاروا في ايش مكردان ديال دايرهم في البتو، معناه على ان فهمت وعي والارضيه صالحه للتغيير، وراجع مع الملا التوفيق للجميع وياك اللي نجح ان شاء الله، راجع مع وعد الله احنا بطبيعه الحال بيدي الحق البلد على انها تغير، بعدنا ما هم احنا بعد ان شاء الله هم لا يعودوا بعد عائق ولا يعودوا سبب في بلبله الامن البلد، واشكر على وفي المكتب رقم 5 بإعدادية تفرق زين هذا المترشح للانتخابات الرئاسية 2019 السيد كان حميد بابا صباح اليوم واجبه الانتخابي.
وفور خروجه من مكتب التصويت أدل المترشح كان حامد بابا بتصريح لوسائل الإعلام قال فيه: أهنئ الشعب الموريتاني متمنيا أن يكون يوم التصويت هذا يوم سلام وهدوء للشعب الموريتاني. إن الحديث عن وجود خروقات سابق لأوانه لأننا ما زلنا في بداية العملية، وأملنا كبير بأن تجري هذه الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، لكن لا نجزم بعدم وجودها حتى نهاية التصويت. أنا مصمم على الأخذ بمسؤولياتي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال حدوث تجاوزات أو خروقات جوهرية، وأمل أن تكون نسبة المشاركة كبيرة لإعطاء شرعية أكبر للرئيس الذي سينتخبه الشعب الموريتاني. توجه الناخبون الموريتانيون اليوم إلى مكاتب التصويت لانتخاب رئيس للبلاد من بين 6 مترشحين، وقد شهد الشوط الأول من الانتخابات توافد عشرات المراقبين الدوليين والوطنيين لمتابعة سير عملية الاقتراع. منذ الساعات الأولى من صباح اليوم اصطف هؤلاء المواطنون بغية أداء واجبهم الانتخابي في اقتراع 22 يونيو 2019 الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية. 3862 مكتب تصويت كانت وجهة 1,544,123 ناخبا في عموم التراب الوطني. على العموم بعد الحمد لله الأمور تجري حسب الخطة المرسومة له. الشعب قبال مولي كبير على لك ياصل الحمد لله، ولا خالك يكون الخير. جيت مباكر مع الصباح كباقي الموريتانيين لأن هذا يوم وطني ويوم تاريخي، وعلى كل مواطن أعلن يجي وعبر عن صوته بكل هدوء وبكل احترام وبكل مسؤولية، يزرق لذاك الشخص اللي راه عنه فيه مصلحة الوطن واستقرار البلد وأمانه وله نزرقه. شاكر الشعب الموريتاني على تفهمه بالديمقراطية، وشاكر الشعب الموريتاني على تعاطفه مع أخوته ومع أصحابه، معهم كلهم مع مرشح وكلهم مساند مرشح ولاية، وراجل عند مولانا طالب إن ذاك اللي فيه الخير للمسلمين وخير الشعب الموريتاني. الرئيس الجاي يعود إن شاء الله نعمل الموريتان. المراقبون الدوليون لهذه الانتخابات تجولوا داخل عدد من مكاتب التصويت مبدين ملاحظاتهم الأولية عن سيرها. جئت هنا إلى موريتانيا بصفة رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لأراقب رفقة أعضاء البعثة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، وعلى الرغم من أن الوقت ما زال في بدايته لم ألاحظ أي عراقيل إلى حد الساعة. وعن التهيئة الخاصة بتكوين طواقم وطنية لمراقبة هذه الانتخابات، تأتي هذه الدورة التكوينية لصالح 35 شابا وشابة نظمها منتدى النساء من أجل انتخابات هادئة بالتعاون مع هيئة كارتر الأمريكية حول الآليات الجديدة لمراقبة الانتخابات عبر الهواتف الذكية. النساء المشاركات في هذه الدورة القادمات من المملكة المغربية غامبيا والسنغال عبرن عن ارتياحهن لجو التنافس الإيجابي الذي ميز الحملة الرئاسية في موريتانيا، والذي أكد نضج الشعب الموريتاني وتفهمه للآخر. وبخصوص معاينتهن لمكاتب التصويت أوضحنا أنهن لم يلاحظن أي عراقيل. أظن أن سير الانتخابات جيد، لأنه إذا في شوارع نواكشوت كلها فيها نحن نعرف أن هناك انتخابات، أظن أن السير عادي هادئ، وهذه الحملة المنتدى ضد العنف فهي حملة جيدة. أظن انطباعات خرج بها أزيد من 100 مراقب دولي للانتخابات الرئاسية 2019، مفادها أنهم لم يلاحظوا أي خروقات وأنها صارت بحياد وشفافية تامة. من أمام أحد مكاتب التصويت بالعاصمة، يعقوب اللصوفي، قناة الموريتانية. هذا وستواكب التلفزة الوطنية عملية صدور النتائج الأولية للانتخابات، وذلك مباشرة من مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد عبئت لهذه المهمة طواقم ستوافي المشاهدين أولا بأول بمستجدات النتائج الأولية للانتخابات في شوطها الأول. ونربط الاتصال بمفادنا إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الزميل محمد الطلحة. زميل طلحة، ماذا عن الأجواء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وماذا عن النتائج التي صدرت حتى الآن؟
زميلي بلال، وأهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن هذه التغطية المباشرة والحية التي تقدمها الموريتانية للمشاهدين الكرام مواكبة لنتائج اقتراع 22 يونيو 2019، حيث خصصت مقرا أو استوديو مؤقت مواكبة لهذه العملية بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك لنقل حيثيات نتائج هذا الاقتراع الرئاسي المهم. جهزت ذلك معدات يعني فنية متعددة وطواقم صحفية وفنية لنقل الصورة كاملة أولا بأول للمشاهدين الكرام في مختلف ولايات الوطن ضمن هذا العملية الانتخابية التي تجري حاليا في البلاد لاقتراع أو الانتخاب رئيس البلاد. بخصوص الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لاستكمال هذه المرحلة من عملية الاقتراع وعن النتائج التي ستريد للجنة من بين وقت لآخر، نستضيف لكم لهذا الحديث عن هذا الموضوع السيد الدكتور محمد يحيى والأحمدنا مستشار رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لمواكبة هذه المرحلة. مرحبا بكم دكتور محمد يحيى. أحمد يحيى، معنا الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المستقلة للانتخابات من أجل مواكبة هذه العملية في هذه المرحلة الحاسمة. شكرا جزيلا. بخصوص الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، نذكر في البداية أن اليوم ولله الحمد مر يوم الاقتراع بهدوء تام الحمد لله الحمد، حيث لم تسجل اللجنة لحد الساعة أي تخرقات قد تشيب عملية الاقتراع. حاليا لحد الساعة وصل إلى اللجنة ما مجموعه 214 مكتبا بشكل كامل، وتقدر اللجنة حاليا نسبة المشاركة في حدود نسبة المشاركة ستصل إلى حدود 60%، وبالتالي تعتبر إلى حد ما هي نسبة مؤقتة وليست نسبة نهائية. من خلال عملية الاقتراع اليوم جرت كما قلنا في جو من الهدوء، حيث أن أغلب مكاتب التصويت الموزعة على عموم التراب الوطني والتي وصلت إلى 3862 مكتب كان يوجد بها ممثلون للمترشحين الستة أو أغلبهم على الأقل، ولم تصل اللجنة لحد الساعة أي خروقات تذكر. ماذا عن أفق الانتظار بالنسبة لاكتمال النتائج الأولية لهذا الاقتراع؟ شكرا جزيلا. اللجنة تتوقع بناء على مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها لسهولة الحصول على النتائج، نتوقع أنه في غضون ساعات ستكون اللجنة توصلت بشكل كامل إلى مختلف النتائج على المستوى الوطني، حيث أن اللجنة طورت من خلال مجموعة البرامج التي طورت برنامج تقني سيمكن كل عضو من أعضاء مكتب التصويت على عموم التراب الوطني من إرسال النتائج بشكل إلكتروني إلى اللجنة بشكل مركزي، وبالتالي هذا سيسهل في الإسراع في العملية، إضافة إلى أن العملية بشكل كامل هي عملية ليست معقدة، ليست كالانتخابات النيابية والجهوية التي نحن خارجين منها للتو، بل هي انتخابات رئاسية كانت البطاقة فيها بطاقة موحدة وكان اقتراعها سهلا، وهذا سيكون عاملا أساسيا في الإسراع بالإعلان عن النتائج. شكرا لك دكتور محمد يحيى الأحمدنا مستشار رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكما تابعتم مشاهدينا الكرام، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخذت وسيلة إلكترونية قد تسرع من الإعلان عن النتائج الأولية على الأقل لهذا الاقتراع الرئاسي الذي جرى صباحة اليوم السبت أو على عموم اليوم السبت. وبالتالي اللجنة كما ذكر الدكتور ستعلن عن النتائج في وقت سريع بخصوص هذه الانتخابات وبالموازاة مع الانتخابات الماضية. جدير بالذكر أن التلفزة الموريتانية ستواكبكم أولا بأول بهذه النتائج ريثما تصل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من عموم التراب الوطني ومن مختلف مكاتب التصويت. إليك زميلي بلال. شكرا لك زميلي محمد الطلحة ولضيفك الكريم، كنت معنا من مباني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
إذا بدأ الناخبون في ولاية نواكشوط الغربية صبيحة يوم الاقتراع بتوافد على مكاتب تصويت بمقاطعات الولاية للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المترشحين الستة للرئاسيات وأداء واجبهم الوطني. وتواصل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهيل الإجراءات الكفيلة بنجاح عملية التصويت في ظروف شفافة. أزيد من 119,134 ناخبا بولاية نواكشوط الغربية موزعين على 220 مكتبا بجميع مقاطعات الولاية توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع تلبية لواجبهم الوطني واختيار مرشحهم من بين المترشحين الستة المتنافسين لكسب ثقة الناخبين. وقد شهدت مكاتب التصويت بمقاطعة الولاية إقبالا ملحوظا من أفراد القوات المسلحة، وقد عبر المواطنون عن ارتياحهم لسير عملية الاقتراع وتعاطي المشرفين على العملية معهم. من ساعة اللي جينا تبارك الله ما رأينا صعوبة، صوتنا المرشحين اللي ندور راجعين عنه إن شاء الله يعود أنه هو فيه الخير والعافية. الإقبال كان الحمد لله إقبال مقبول بالنسبة لذو السوايع المبكرة، واللجنة كانت تعاطيهم واللي مع الناس تعاطي جيد وبصفة مهذبة. كما أوضح ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى مقاطعات تفرق زينة والقصر والسبخة الظروف التي اكتنفت عملية التصويت والإجراءات المقام بها لتسهيل العملية في ظروف شفافة ومرضية. العملية ما شاء الله صارت بشفافية وبكل ما شاء الله احترام، والأدوات كاملة جاهزة والأعضاء كاملين هون الحمد لله، ما رأينا ما شاء الله مشكلة تبارك الله. كل شيء البطاقة نديروا عليها اللاصق اللي مراها ونديروا عليها كاشي، إياك ما عقب في العد ما يجبر حد مشكلة. عدد المسجلين 600 والإقبال ما شاء الله زين، طولها المشكلة ما شاء الله مفرين لهذا كامل، يا الله يعدل كامل يوفر منهم مفرين لها. عدد المسجلين فيها 507، وبدينا الأمل ما شاء الله من الصبح السابعة وبحالة جيدة ومستمرة ما شاء الله، ما أجبرنا أي مشكلة، ما شفنا ملي حد ممشكل. وأشاد بعض ممثلي المترشحين للرئاسيات بالجو الذي تم فيه سير العملية. الاستقبال كان جيد، ما فتنا لاحظنا أي مشكلة بال الناس على المكان، ما فتنا أي بعضنا أي خطأ على حد الأقوال. الحقيقة الحمد لله الساعات اللي فاتت كان الحمد لله جيد، وكان الإقبال ما شاء الله تبارك الله ياسر الناس ما شاء الله. نحن ورانا هون دور البيرو فوت سور الإكسار ما شاء الله، ما جبرت أي برلم معك صباح. العملية جارية بشكل سلس وبشكل منظم، ونختار عن يواصل ذلك إن شاء الله. بالشكل العام حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد، نتمنى أن يستمر الأمور. المراقبين الدوليين ثمنوا بدورهم الإجراءات الشفافة التي طبعت سير العملية الانتخابية. بالفعل هذا الصباح زرنا بعض المكاتب، يعني ويبدو أن العملية تسير بطريقة عادية، انضباط داخل المكتب بشكل يتطابق والمعايير الدولية. أيضا الشيء المهم الذي لاحظناه في موريتانيا هو الحافز الكبير للمواطن الموريتاني في المشاركة في العملية الانتخابية، هذا إن دل على شيء هو على حضارة عريقة وثقافة انتخابية هامة لدى الشعب الموريتاني. وفي انتظار اكتمال عملية التصويت تبقى صناديق الاقتراع هي الحكم الفيصل لمن سيفوز برئاسة البلاد. وبولاية نواكشوط الشمالية وعلى غرار باقي ولايات الوطن توجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع البالغة عددها 232 مكتب تصويت لأداء واجبهم الانتخابي. 139 ناخبا توجهوا إلى 232 مكتب تصويت بولاية نواكشوط الشمالية موزعة على 91 مكتبا على مستوى مقاطعة تجنين و 71 مكتبا بالنسبة لمقاطعة دار النعيم و 70 مكتب تصويت على مستوى مقاطعة تيارت، وذلك للإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الانتخابي لاختيار رئيس البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. جينا هم على الصباح ورأينا الحمد لله مشكلة، جينا البيرو اللي داهي نصوتوا فيه ما شاء الله، لا رأينا المشكلة تبارك الله زين. الجماعات هون مكلفة بالإشراف
وأدينا واجبنا الوطني بشكل الانتخابي بشكل سلس. التصويت جرى على أحسن ما يرى، وصوتنا وجينا مع الصباح الحمد لله، والإقبال كان جيد. جيت هنا تياحا أنا ضركت ياك نودي واجبي الوطني، ودخلت نقر بيرا الحمد لله، وصوت كل شيء بخير الحمد لله. من كيف إني خزرك من بل الزرق، والحمد لله فطنت السلطات الإدارية والأمنية عدلوا اللي عليهم من الواجب، والعملية جارية من دون أي مشكلة. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، أكد ممثلوها في المقاطعات الثلاث للولايات الشمالية سير عملية الاختراع في ظروف مرضية. نحن بصفتنا المسؤول لجنة مستقلة للانتخابات على مسافة واحدة من المتنافسين والممثلين موجودين معنا من بداية العملية، والعملية تجري بشكل انسيابي وبشكل شفاف. العملية تسير بنجاح، الإقبال شبه مرتفع، وصلنا إلى نسبة فوق 40%. لم نلاحظ حتى الآن أي خلقات، لم نتلقى أي شكاوي، حضر جميع الممثلون. ويجري هذا الاقتراع وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حتى الآن ما في ملاحظات، الحمد لله تذكر مثلين حاضرون كلهم. ممثلو المترشحون الستة لرئاسيات 2019 أثنوا على الأجواء التي اكتنبت عملية التصويت. مثل مرشح بين عماد داها عبيد، والحمد لله أجواء ما عندنا أي مشكلة الحمد لله، عملية تجري على أحسن حال. مثل المرشح دكتور والمولود، وملاحظاتي حول الاقتراع جيد، الفات خال منه ما عنده أي مشكلة الحمد لله، رئيس المكتب وأعضائه متعاونين معنا. مثل المترشح محمد والبوبكر، بالنسبة لسير عملية الانتخابات تسير بشكل سلس والأمور طبيعية. مثل كان هاميد بابا كواليشو فيفر أنسامبل، ما شاء الله صوت زعين، ما شاء الله الناس مولي، ما شاء الله ما عندنا مشكلة، متوافقين دبي مصباح، ما شاء الله ما أجبرنا أي مشكلة الحمد لله تبارك الله. مثل المرشح القزواني، وجينا هنا السابعة الحمد لله، ولا لاحظنا أي شيء ناحية العمل، سير العمل والعمل متواصل، ولا في أي ما شاء الله مشكلة. ممثل محمد أمين مرتجي الوافي، العملية اليوم ما شاء الله مرت بهدوء وسلام والحمد لله، مع السلام الحمد لله. عملية الاقتراع في الولايات الشمالية تمت تحت حراسة أمنية من مختلف تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن، التي حرصت على انسيابيتها وسيرها بشكل مناسب. شهدت مراكز الاقتراع بولاية نواكشوط الجنوبية إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للإداء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية، وقد عبر رؤساء المكاتب وممثلي المترشحين عن مدى ارتياحهم لسير العملية. 139 ألف ناخب بولاية نواكشوط الجنوبية موزعين على 280 مكتب تصويت بمعدلات تختلف من مقاطعة إلى أخرى، يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم من بين هؤلاء المترشحين الستة الذين يتنافسون على نيل ثقة الناخب والفوز بكرسي الرئاسة. الناخبون اصطفوا منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم أمام مكاتب التصويت وسط إقبال يعكس حدة التنافس بالولاية، ووعي الناخبين بضرورة أداء واجبهم الانتخابي في اختيار من سيحكم البلاد. والي ولاية نواكشوط الجنوبية أدى زيارة تفقدية لبعض مكاتب التصويت قبل أن يدلي بصوته بهذا المكتب، ويخص الموريتانية بهذا التصريح عن سير العملية والوضعية الأمنية. هذه العملية بدأت في ظروف مرضية، الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، ولله الحمد لم تحدث أي مشكلة، الحمد لله العملية تسير بطريقة منتظمة، والحالة الأمنية بطريقة مرضية كذلك، ولاحظنا إقبالا منقطع عن نظيره في بعض الأماكن وفي بعض المقرات، ولاحظنا كذلك إقبالا عاديا في بعض الأماكن. وقد أكد ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العملية تسير في ظروف طبيعية،
وأن اللجنة اتخذت جميع التدابير الكفيلة بانسيابيتها وضمان شفافيتها. الإقبال كان جيد ولله الحمد، نسبة المشاركة 50%، تحققنا من هويات جميع الفاعلين في العملية اللي هم الممثلين والناخبين هم اللي كاملين، منهم عنده كاردان ديتا وبطاقة الناخب، أكدوا عليهم كاملين عنهم، منهم ما عنده بطاقة الناخب ولا عنده بطاقة تعريف عنه ما يصوت. الإجراءات اللي اتخذت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا العام كانت ما شاء الله إجراءات جيدة، ومن ناحية شفافية ومن ناحية تمكينها من إنشاء كاشي والختم الجديد واللاصق والسيناتير اللي جو على ظهر على الفيرسو دي كارت دي فوت. كما أعرب ممثل المترشحين عن مدى ارتياحهم لسير عملية الاقتراع وعدم تسجيلهم مخالفات تذكر. مدو أبو بكر في المكتب رقم 4 ثانوية الرياض سنتر 25، وما شاء الله حتى الآن ما زالت ماشي سير العمل على ما يرام، ما فتنا شقر لشيء. الاسم محمد صنبا، ممثل برام والدولة بيت، والأمور على ما أظن الآن على ما يرام. شيخ ياقم أحمد تابع محمد المولود، لا أجبان أي مشاكل إن شاء الله. وتجري عمليات الاقتراع هنا على مرأى ومسمع من المراقبين الوطنيين والدوليين الذين يتواجدون في مختلف مراكز الولاية، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الساعات القادمة من المساء نظرا لارتفاع الحرارة وانشغال البعض أول الوقت في أعمالهم الخاصة. هكذا أودع الناخبون هذه الصناديق آمالهم وأحلامهم بغد أفضل تنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار والتقدم والنماء، فهل سيحقق الرئيس المنتخب هذه الآمال والطموحات؟ سؤال ستجيب عليه الأعوام المقبلة. أحمد معلوم محمد، الموريتانية، نواكشوط الجنوبية. إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث انطلقت صباح اليوم عمليات التصويت في مختلف مراكز الاقتراع في شو من الانضباط والمسؤولية. بعثته قناة الموريتانية إلى هناك واكبت اللحظات الأولى لبداية هذه العملية في مدينة النعمة، ورصدت أصداء الاقتراع في سياق التقرير التالي. مراكز الاقتراع في مدينة النعمة شرعت أبوابها باكرا أمام المواطنين وأمام الناخبين، باشرت لجان الإشراف إجراءات الشفافية التي تتطلب إشراك الجميع في الرقابة وفي ضبط نظام. مكاتب الثانوية على غرار باقي المراكز بدأ التصويت فيها طبيعيا وبحضور ممثلين عن كافة الهيئات المعنية. جينا هون الساعة 6:30 وقبلنا جميع الإجراءات اللازمة لسير العملية بانسياب. كما تلاحظون العملية في بدايتها الساعة 7 زايدة، كل شيء على ما يرام، وهون ممثلين مترشحين والمستلزمات كاملة موجودة ولا فهم أي مشكلة لحد الساعة، كل شيء يجري على ما يرام. نعم، بدأ إقبال الناخبين الساعة 6:00 وبدأ التصويت الساعة 7 بحضور سيد الرئيس والأعضاء وجميع الممثلين. الآن الحمد لله العملية تجري على ما يرام، تجري بظروف جيدة لله الحمد. طبعا الناس إقبالها كان جيد، حيث أن جات هون عند حوالي 6:00، وبالنسبة لنا الممثلين والله أنا كممثل جيت هون 6:30 تقريبا، لحقت المكتب جاهز، رئيس المكتب فيه والأعضاء جاهزين، والساعة الجينة ما شفنا فيهم خروقات الحمد لله، الأمور طبيعية والإقبال جيد الحمد لله. الملاحظات المسجلة داخل القاعة تكاد تكون هي نفس الانطباعات التي خرج بها الناخبون بعد التصويت. جيت معصبه، كنت أول ناخب صوت وعبر عن ضميره في المكتب رقم 3 بثانوية النعمة، وأعتقد بأن العملية تسير على الوجه المطلوب، ونرجو أن يكون فارس الأصوات يخضع لترسانة قانونية مضبوطة حتى ينال الجميع حقوقه كاملة. الله اللي جيت هنا من الساكتة مع الصباح وزركت الحمد لله، أنا هي الرابع رقم 4 وزارقة في رقم 2، وما شاء الله هذا متحسن فتبارك الله، نظامه زين. لهم يقولوا لا على الناس جاءت الحمد لله في إقبال مبكر وبه شدة، فعلا الحر واجب وطني، ميارة الناس كاملة تعي ذلك وتأدي واجبها الوطني في التصويت لذاك اختيارها لسير البلد إن شاء الله يبارك علينا وعليكم. زرق إن شاء الله زين،
دخلت وصوت وما لقاني شيء تبارك الله، عملية ماشية طيبة تبارك الله، ماشية نظام ولا عنده مشكلة. وسطى ما شاء الله رقم واحد زين فتبارك الله، واستقبال زين والزرق زين ما شاء الله، ولا أجبرنا في شيء ما شاء الله، موشي زين فتبارك الله ما شاء الله. هنا بمكتب البريد حيث أدلى والي الحوض الشرقي السيد الشيخ خلواه بصوته مستهلا بذلك جولة تفقدية داخل المكاتب، تجري العملية بانسيابية وبإقبال ملحوظ. في هذا المكتب وغيره من مراكز التصويت هنا على مستوى المدينة حضرت بعثات من المراقبين الوطنيين والدوليين دخلت الميدان وباشرت هي الأخرى عن قرب سير العملية التي تسير حسب شهاداتهم في ظروف طبيعية. وفي ولاية العصابة بدأت صباح اليوم عملية التصويت لاختيار رئيس من بين 6 مترشحين يقود البلاد على مدى 5 سنوات قادمة، حيث توجه ما يزيد على 132 ألف ناخب في عموم الولاية إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات الرئاسية. مع بداية الساعات الأولى من صباح 22 يونيو 2019 توجه 132,711 ناخبا في ولاية العصابة يتوزعون على 342 مكتب تصويت في عموم الولاية. توجه هؤلاء إذن للإدلاء بأصواتهم لكي يختاروا رئيسا للبلاد من بين 6 مترشحين في هذه الاستحقاقات. أدينا واجبنا الوطني بطريقة سلسة ولا رينا مش إشكالية إلى حد الساعة، وقطعا الفاتوة وقطعا طريقة مضبوطة وسلسة وبدون عرقلة. زرقنا زين ما شاء الله وشفافية تبارك الله، ولا هم مضايقة ولا هم شيء ما شاء الله، ناس قابلة ما شاء الله لزرق ولا هم مشكلة. الأمور تمشي بصفة طبيعية والناس متحضرة. كلنا يلا يرضى نتيجة هاي الانتخابات. وفقط إن شاء الله موريتاني عاشت موريتاني وعاش شعب موريتاني إن شاء الله. ومن جهتهم عبر ممثل المترشحين في مكاتب التصويت عن ارتياحهم للظروف التي تجري فيها عملية التصويت. من مثل المترشح محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، والحمد لله اللي فات ماشي على أحسن ما يراه لله الحمد، وراشين أنه تماشي بنفس الوتيرة. ممثل المترشح محمد البكر، ما شاء الله المكتبون ما شاء الله يصير بشفافية، ما في ما شاء الله أي مشكلة. مثيرت برام الداه والأبيت، وشايفين هنا لأن الانتخابات هون شفافة ما شاء الله، معنا شايفين ليش والرئيس مودي ما شاء الله معدل عمله ما شاء الله على أكمل وجه. ممثل مترشح محمد حزم مولود حزب اتحاد قوة التقدم، ما شاء الله ما عندنا مشكلة، اللجنة متعدلة ما عندنا مشكلة معها، إلا ندور الناس تعود تجي البيروهات بالعجلة تعود هم اللي تعرف أرقامها. المرشح محمد اليمين المرتجي الوافي، هذا المكتب رقم واحد، وجينا اليوم أصباح إن شاء الله وجينا لحقنا تعرفنا بعطيماتنا نحن لجنة الانتخابات، وإن شاء الله لحد الساعة ما شاء الله مفتبع شقرنا شيخ. كان حميد بابا زينة متابق، الناس ما شاء الله متوافقين ما هو في أي مشكلة الحمد لله. وقد أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال رؤساء مكاتب التصويت أن سير العملية يتم في ظروف واتية. رئيس المكتب رقم واحد في المدرسة رقم أربعة، سير العملية الحمد لله تسير ظروف وأهلي لنا جاينا لنا حسن، نتوقع نسبة المشاركة حسب النظرة اللي لقينا على الناس لأنها الدور سعود 50% والله 60% في المكتب. رئيس مكتب التصويت رقم 4، ما يتعلق بسير العملية ما شاء الله سير ما شاء الله حسن إلى حد الساعة، ما في مشكلة ما في عرقلة. ويتوزع الناخبون ومكاتب التصويت في مقاطعات الولاية الخمس على النحو التالي: كيفة 48,667 ناخبا يصوتون في 123 مكتبا للتصويت، كنكوصة 21,721 ناخبا يتوزعون على 63 مكتبا للتصويت، بومديد 6,573 ناخبا يتوزعون على 20 مكتبا للتصويت، باركيول 30,421 ناخبا يدلون بأصواتهم في 78 مكتب تصويت،
قرو 25,337 ناخبا يتوزعون على 58 مكتبا للتصويت. الناخبون في ولاية غورغول توجهوا منذ الساعة 7 من صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لإبداء بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وسط أجواء انطبعت المسؤولية والالتزام من طرف الناخبين الذين انتظموا في طوابير أمام مكاتب التصويت. طوابير الناخبين في غورغول انتظمت منذ ساعات الصباح الأولى أمام مكاتب الاقتراع، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في مكاتب جمعت إضافة إلى أعضاء اللجان الانتخابية ممثلي المترشحين للانتخابات. الإقبال جيد، الناس مقبلة، بدأنا في تباطؤ نظرا لقلة الطوابع، لكن كل شيء تم التغلب عليه والأحوال على ما يرام على ما أرى إلى حد الآن. جهزوهم بالطريقة اللي قالوا لنا، لابد من الكاشير، لابد من التوقيع، لابد من الطابع. ظروف مواتية للعمل بحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما عبر المصوتون عن ارتياحهم لأجواء الاقتراع التي جرت في جو ديمقراطي وفق تعبيرهم. زين ما شاء الله، ما في حس لا زي ما شاء الله، تدخل تبوا ما شاء الله وتزل الزرق زين ما شاء الله، ما في حس. لأن العملية تسير الحمد لله بشكل شفاف وزين حتى ونزيه، وفي النهاية ذاك اللي اختارت الشعب الموريتاني وذاك اللي في مصلحة الشعب الموريتاني. حضور ممثل المرشحين أضفى مسحة من الثقة انعكست في انسيابية العمل. البيت شفت كامل ما شاء الله هون شيء زين، ما البيت شفت أي وجهة نظر سيئة، شيء زين ما فتنا رينا الحمد لله أي مشاكل، تصويت ما شاء الله متواصل. الحضور كان متميزا والمواطنون استجابوا لنداء الواجب الانتخابي. لقد بدأنا على تمام الساعة 8 وعلى العموم كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام، ممثلو المرشحين حاضرون وبعض المراقبين مروا من هنا. نتمنى أن كل شيء يسير وفق ما هو محدد حتى الساعة 7. عمليات التصويت استمرت حتى الساعة 7 مساء، حيث تقول النصوص التنظيمية إنه على المتواجدين أثناء نهاية الوقت الأصلي البقاء في المكاتب لأداء واجبهم الانتخابي. سعيد الحبيب للموريتانية، كي هيدي. طلقت عمليات تصويت على مستوى ولاية البراكنة في الوقت المحدد وفي جو ملؤه المسؤولية والانضباط. فريق الموريتانية هناك يقربنا من الصورة أكثر. هكذا بدأت عملية الاقتراع في مقاطعة ألاق على مستوى هذا المكتب بعد هذه الإجراءات الأولية التحضيرية وتجهيز آليات التصويت وتحضير بطاقات الناخبين. بدأت عملية الاقتراع بحضور رئيس المكتب وممثل المترشحين لرئاسية يونيو 2019، بالإضافة إلى مراقبين دوريين حضروا هنا لمراقبة المشهد الانتخابي في بلادنا. اصطف المواطنون هنا في انتظار تأدية واجبهم الانتخابي لتنطلق بعد ذلك عملية الاقتراع بخطواتها المختلفة، بدءا بالتحقق من وجود الاسم ضمن اللائحة الانتخابية، مرورا بأخذ البطاقة والتصويت، وانتهاء ببصمة الحبر اللاصق. طلقت بشكل طبيعي سلس، ما عنده مشكلة. جينا هنا حوالي دائما كنت هون بعض ساتة، بدأنا هنا نرتب التواقط لكش لين على الساعة 7 قالوا الدقائق، نعت لهم الكيس بديت نقفره مع تمام 7. ادخل اول ناخب، العملية ماشية على ما يرام. ممثل المرشحين عبروا عن رضاهم عن سير عملية الاقتراع، حيث لم تسجل اي حالة تشويش او خلل في سيرورة التصويت. بدأنا اليوم الساعة 7، العملية بدأ في ظروف حسنة، 9 او 10 دقائق حصلنا 40% من نسبة المصوتين، والآن الأمور ما شاء الله تجري بسلاسة، سواء عن طريق أعضاء المكتب سواء عن طريق ممثلين الأحزاب. ممثلة أنا محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الشيخ القزواني، حضرنا المكتب رقم 1 دار الشباب بلال، حضرنا جينا بداية الوقت ما شاء الله، ما فتنا بعد لاحظنا شي سوشو ما شاء الله. ممثل أنا المرشح سيد محمد أبو بكر في المكتب رقم 1 دار الشباب ألاق، وتقليم من العملية الحمد لله تسير إلى الحمد لله إلى ظروف حسنة. ممثلة عن برامو للداو العبيد، ما شاء الله العملية كانت زينة، ما شاء الله فات لها عملية زينة، ما تنور عنا بها مشكلة الحمد لله.
حالة من الانسجام والانضباط لن تسود هنا بين هؤلاء المواطنين وهم يؤدون واجبهم الانتخابي، وهو ما يعكس تشبع الشعب الموريتاني بالروح الديمقراطية والنضج السياسي. الناس بخير إطلاقا، كلها اللي منسجم مع الثاني ومتمونك وتنافس الإيجابي 100%. زرق ما شاء الله زين وجيد فتبارك الله، وزرقنا ما شاء الله جبرنا بطاقاتنا أخمنا فتبارك الله ما شاء الله على حالة زينة إن شاء الله مضبوطة فتبارك الله ما شاء الله جيد. عمليهم تبارك الله زينة مستمرة، الظروف كان زينة تبارك الله وملائمة، والناس تبارك الله لا تواجد من 7 مع الصباح إلى ذلك الحمد لله. رويدا رويدا بدأت نسبة الإقبال على التصويت ترتفع بعد أن شهدت انخفاضا في الساعات الأولى من صباح السبت. أما في ولاية ترارزة فقد توافد الناخبون في الولاية على مكاتب التصويت في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد جرت عمليات التصويت في ظروف مواتية. مدينة روسو المقاطعة المركزية لولاية ترارزة هكذا بدأ فيها المشهد قبيل الاقتراع، صناديق فارغة وطوابير للمواطنين لم يتأخروا عن فرصة الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد. بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم بعد أن أكملت المستقلة للانتخابات تحضيراتها الفنية واللوجستية. بدأنا العمل كما هو متوقع للساعة 7 صباحا، المجريات حتى الآن طبيعية، هناك طابوران، طابور للنساء وطابور للرجال، لم تسجل أي مشكلة حتى الآن. أعضاء الأمن موجودين ولله الحمد، ممثلين اللوائح وأعضاء المكتب، كل بخير ولم يسجل حتى الآن أي اعتراض على أي عمل. وكضمان لانسيابية هذا الاقتراع فقد انتظم ممثل المرشحين 6 في كل المكاتب لمراقبة سير العملية الانتخابية. الشيخ محمد أحمد والغتماني مكتب 35 الهلال وفروسو، والزرق بدأ عملية الانتخابي بدأت كما هو مبرمج لها 7، والعملية حتى الآن على مجراها الطبيعي. مثل أبو بكر جيت هون 6:30 المكتب رقم 1 بلدية روسو، وكانت العمليات الاقتراع على ما يرام طبيعية. مثل برام الداعبيد ومكتب روسو مدرسة دمالدك بيرو رقم 1، عملية ما زالت مستمرة ونتيها ما شاء الله، الناس اللي هذه شيء عملية زينة ما شاء الله ما فيها مشاكل الحمد لله. أنا مثل المولود ولاية ترارزة والعملية ما زالت مستمرة إن شاء الله زين إن شاء الله. مثل السيد المرتجي مرشح مرتجي جينا مدينة روسو مراقبين هنا عملية التصويت هنا ما شاء الله ما شاء الله ماشي بشفافية ما فيها مشكلة ولا شيء ما شاء الله هنا شيء. أنا هنا لتمثيل المرشح السيد كان حميد بابا، جئت هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم نسجل أي خروقات حتى الآن والعملية تسير بشكل انسيابي. المواطنون تباينت نسبة إقبالهم على مكاتب التصويت في الساعات الأولى ليسجل لاحقا ارتفاع مشهود. جيت هون في بيرو ستارة هون لهن نصوت إن شاء الله تعالى، نبقي نصوت ملي إن شاء الله. القارب روسو ما شاء الله زرق زين، ما رأينا كدر ما شاء الله، زرقنا على حسن ما يرام، ولين أخرم اللي شور وصرنا ما عندنا ما شاء الله مشكلة مع حد ولا رأينا مشكلة مع حد ما شاء الله. نحن في مقاطعة الروسو مركز دمالديك وزرقنا بالسلامة بمشكلة أي مشكلة الحمد لله رب العالمين، بك إلا العشرة ما في مشكلة. 186 ألف ناخب في ولاية ترارزة يشاركون في هذه الانتخابات لاختيار رئيس للجمهورية، موزعين على أكثر من 400 مكتب تصويت في مقاطعات الولاية 6. توجه سكان مدينة أطار اليوم في صباح الباكر إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، ويصوت في مقاطعة أطار 26,215 ناخبا. هنا بإحدى مدارس حي كنوال بمدينة أطار تواجد العديد من ساكنة المدينة لأداء حقهم الانتخابي لاختيار ما سيحكم البلد للمأمورية القادمة. رجال ونساء من مختلف الأعمار جاءوا إلى هذا المرفق الذي تم اختياره لاحتضان 4 مكاتب للتصويت. بدأت هنا عمليات التصويت في الوقت المحدد بعد إكمال الإجراءات التمهيدية
من عرض للصناديق أمام من تواجدوا أمام المكاتب قبل السابعة، ثم إحكام إغلاقها استعدادا لاستقبال بطاقات التصويت عند الساعة السابعة. مكتب غادي بيكتو من القوات المسلحة وقوات الأمن افتتح كما تنص القوانين السابعة صباحا صباح اليوم، ما فيه مشاكل إلى الآن. انطلاقة كانت جيدة، أعضاء المكتب تواجدوا هنا تي السات والربع، وبدأت الناس تتوافد لنا من ابتداء من الساتة والنص، والتصويت الفعلي بدأ السابعة. ما سجلنا لحد الساعة أي مشكلة، هنا تي اللوائح ممثلة كاملة، مترشحين كلهم عنده هون ممثل، ولا لحد الساعة الأمور تجري لأحسن حال. عمليات الاقتراع جرت بحضور ممثلين عن المترشحين لهذا السباق، تم انتدابهم من طرف منسقيات حملات المترشحين. أدم عبد الرندونغو ممثل كان حامل بابا، ما عندنا مشكلة الحمد لله منذ البداية حتى الآن، ليس لدينا أي مشاكل ما شاء الله، الحال بأفضل كما كنا نريد. مريم مولود نمثل المرشح غزوان، ما شاء الله من الساعة اللي بدأنا أجنه السابعة ما عندنا في تبارك الله أي مشكلة، ما شاء الله اللجنة ما شاء الله متفاعلة معنا ولا عندهم مشكلة، ما عندنا أي ما شاء الله مشكلة في تبارك الله ما شاء الله. تفرحت محمد المرشح سيد محمد واللي أبو بكر ما شاء الله عملت انتخابية ما شاء الله، الساعة بدأنا ما عنده مشكلة. المواطنون تواجدوا هنا أمام المكاتب قبل أزيد من ساعة من حلول الوقت المحدد لانطلاقة عمليات الاقتراع. ساعة الأولى من افتتاح المكاتب وشهدت ما شاء الله إقبال الناس ما شاء الله عليه في الساعات الأولية. جينا تبارك الله كنا عبر عن دميرو كما ينبغي. هو أكبر حدث من يالله يعود عند الشعب الموريتاني، لأنه انتخاب رئيس الجمهورية انتخاب رئيس منتخب ماشي مأمورية ومسلم هم اللي الرئيس لا يعود منتخب. اللجنة الجهوية للمستقلة للانتخابات تحدثت بعد مرور ساعات من عمليات التصويت عن مسار العملية بولاية أدرار. ابتداء من الساعة الساتة تأكدنا من الطواقم موجودة، الرؤساء وأعضاء المكاتب جميع المقاطعات، واليوم الساعة السابعة بدأوا المكاتب في عملهم وعدلنا عليهم دارات، والحمد لله الأمور تجري من سيابية الحمد لله وبهدوء وبأمان. سكان مدينة عطار ترجموا بحضورهم المكثف صباح اليوم وبشكل مبكر أهمية الاستحقاق الرئاسي بالنسبة لهم. سيدي البوي أحمد لقناة الموريتانية مدينة عطار. وعلى مستوى داخل المغرب توجه الناخبون صباح اليوم إلى مكاتب تصويت من أجل أداء الواجب الانتخابي، ويبلغ عدد الناخبين بالولاية ما يزيد على 72 ألف نسمة يتوزعون على مقاطعتين وهذيب والشامي. أزيد من 140 مكتبا على عموم تراب ولاية داخلة وذيب تشرع أبوابها أمام قوة ناخبة تناهز 72 ألف نسمة تتوزع على مقاطعتين وذيب والشامي من أجل اختيار رئيس للبلاد في مأمورية مدتها 5 سنوات. طوابير من المواطنين أمام مكاتب التصويت التي جاءتها في ساعات الصباح الأولى بغية أداء الواجب الانتخابي في هذا الحدث الوطني الهام. دخلت عدرت وصوت بطريقة سلمية وزينة والحمد لله. جينا بخير الحمد لله والسلامة، وزرقنا كارتنا وخذنا مولي الحمد لله بخير والسلام. الناس كلها عاد يعرف الحمد لله طريقة الزرق والطريقة اللي لها يزرق بيها واللي يصوت بيها. ما شاء الله ما رينا فيه مشكلة الحمد لله، جينا رنقينا سندرمات مولي عدل شغلهم والبيرو مولي عدل شغلهم زين. كمواطن موريتاني أرى أن العملية جرت بسلاسة، الرقم مسجود على اللائحة الانتخابية، أتيت وقدمت وأدريت بصوتي. إجراءات وتدابير اتخذت من أجل انسيابية العملية وانتظامها في الآجال والمساطر المحددة لها من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. تجهيزات كاملة بالطبع، تم توفير جميع الأدوات الضرورية وتم اتخاذ إجراءات جديدة حقا تعطي أكثر شفافية. إن شاء الله جينا الساعة السادسة صباحا أنا وأعضاء جزاز السر اللي معايا، وبدأنا إن شاء الله هنا إجراءاتنا، وجاءوا هؤلاء الممثلين عن المنتخبين، والحمد لله الإجراءات بدأنا في الساعة السابعة في تصويت، وفي الوقت الحالي ما في 3 سنين الحمد لله أنورمال. بلجنة المستقلة أعطتنا المعدات اللازمة للمكتب من الصناديق وبطاقات التصويت وبطاقات الناخبين واللوائح الانتخابية،
والحبل، معدات بعض كانت جاهزة ما فيها أي نقص. ممثل اللوائح الست المتنافسة في هذا الاقتراع الرئاسي الذين يمثلون عين الرقيب على العملية تحدثوا عن مشاهداتهم في هذا الجانب. جينا في السابعة دخلنا هون ما شاء الله ظروف سير العمل جيدة، ما لاحظنا أي شيء. نكتو نخرصوا الأسامي للشخص اللي يجوا هنا، نخرصوا كانوا في نفس الليست اللي عندنا وصحوا لي وذلك. ان شاء الله عمليه جيده، ان شاء الله الحمد لله. جانا اليوم مع الصباح تو ولا اجبرنا يوم مشكله راهنا مازلنا متواصلين مع الناس كاملين. العمليه تجرب حاله سلسه الحمد لله، اعضاء المكتب متعاونين الحمد لله. بعد ما شاء الله سير العمليه ماشي على ما يرام الحمد لله، ما ما فتنا لاحظنا اي شيء حد الساعه، العمليه ماشيه بسلسه، تسير على كلها تسير على ما يرام ما شاء الله حاليا. مع توجه المواطنين الى صناديق الاقتراع تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه لصالح انتخاب رئيس لمدة 5 سنوات قادمة. لقناة الموريتانية الفاغة ولي الشيباني. بدأ الناخبون على مستوى ولاية تقانت صباح اليوم والباقي عددهم أزيد من 42 ألف ناخب عملية الاقتراع في مكاتب التصويت بالولاية والتي تزيد على 130 مكتبا في جو ديمقراطي. 42826 مسجلا على اللائحة الانتخابية في ولاية تقانت موزعين على 133 مكتبا للتصويت، توجهوا منذ صباح 22 يونيو الجاري إلى مكاتب التصويت لتأدية واجبهم الانتخابي واختيار رئيس للبلاد من بين 6 مترشحين تنافسوا في هذه الاستحقاقات على كرسي الرئاسة. الإقبال كان جيد على مكاتب الاقتراع، الناس ظروف جيدة الحمد لله، الانتخابات ماشية في اتجاه حسن. هاي الانتخابات اليوم الحمد لله بدت بصفة مضبوطة ويبدو على الإقبال مولي الحمد لله هذا هو متواصل، هاي قاعد بداية الوقت قيباد ما شاء الله إقبال لباس به. مواطنين من المواطنين اللي يدري بصوته وكذلك الأخوة الحمد لله اللي تراعي فيهم كاملين، وكان الإقبال ما شاء الله جيد في المدرسة رقم 5. مجريات العملية الانتخابية تجري في ظروف طبعتها الشفافية حسب تصريحات ممثل المترشحين في مكاتب التصويت. هو مركز تجيكجاف بيرو نيميرو 2 في ممثل مرشح محمد الشيخ محمد أحمد القزواني. ما شاء الله العمل ماشي بطريقة سلسة الحمد لله ولا في أي مشكلة ما شاء الله. ممثل السيد محمد البوبكر في مكتب قاقنيت 2 في ولاية تقانت تجيجة. ما شاء الله كان التصويت كان ما شاء الله نشعر برياحية ما شاء الله، وكان التصويت ما شاء الله بحالة ما عنده مشكلة. مثل بيرام ولدة والأبيدي في تجيجة المركز الزريبات رقم 1 رقم 2. ما شاء الله الأمل يسير الأحسن ما يرام ما شاء الله باتنا شقر نشي ما شاء الله. مثل مترشح محمد مولود ولاية تقانت مقاطعة تجكجي مكتب رقم 2 زريبات، ما عرفتنا لاحظنا لحد الساعة الشلاك وانكر. رؤساء مكاتب التصويت في تجكجي أكدوا بدورهم أن عملية الاقتراع تسير وفق الضوابط المرسومة لها. رئيس مكتب الشمسيات مكتب رقم 1 مركز رقم 4 إلى حد الساعة الحمد لله ما عرفتنا رأينا أي مشكل، والعملية سائرة بكل رياحية ونجاح لحد الساعة. أنا رئيس مكتب 1 مركز 6 بلدية تجكجة مقاطعة تجكجة ولاية تقانت. ما شاء الله الأمور تجري على مرام الحمد لله حتى الساعة، نسبة الإقبال معتبرة والحمد لله. ونشير إلى أن مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية في ولاية تقانت وعدد المكاتب يتوزع على المقاطعات 3 كما يلي: تجكجة 19725 مسجلا و62 مكتبا للتصويت، المجرية 20591 مسجلا و61 مكتبا للتصويت، تشيت 2510 مسجلين و10 مكاتب للتصويت.
وفي ولاية قديما انطلقت صباح اليوم عمليات الاقتراع في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وسط شعاع من الهدوء والانضباط والمسؤولية، ويبلغ عدد المسجلين في هذه الولاية 73480 ناخبا يتوزعون على 191 مركزا انتخابيا موزعين على مختلف بلديات الولاية. الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في قديما غادة المناخ السوداني ساهم في سرعة تشكل هذه الصفوف أمام مكاتب الاقتراع قبل الظهيرة. يبلغ عدد المسجلين في هذا المكتب أكثر من 500 ناخب يؤدون واجبهم الانتخابي بحضور ممثل عدد من المترشحين. المكتب البلدية رقم 2 عدد المسجلين 562 مسجل، والحمد لله الأمور بدأنا في الوقت، الحمد لله الأمور ماشية على ما يرام. الماتريال عن بلاس كامل ما فهم شي قل يسوى هو شنو، والأعضاء موجودين، أعضاء الممثلين المرشحين موجودين. نحن في المكتب رقم 2 بثانوية السري بابي، لدينا 522 ناخب، وهنالك إقبال جيد، المواطنون يقبلون على مكاتب التصويت، وليست لدينا أي مشكلة حتى الآن. إجراءات التصويت بحسب الناخبين ليست معقدة، ما يجعل كل ناخب يدري بصوته دون عقبات تذكر. أنا جيت صور البلدة وصور الخيمة هوك، وجيت هون ورنقيت مع الناس، والناس بارك الله ما شاء الله زين، العدد كامل زين ساوي، وجيت ورنقيت ودخلت وسرقت ناخب، ذاك اللي رضاني أنا ورزقت من الناس ويا الأولاد موريتان كاملين. سولت عن رقم البيرو اللي فيه وطيتهم رقم كردانتي، عرفت انه البيرو نيميرو 2، وجبرت منه سيداليست ودخلت وعدلت ذاك اللي الله قايلان انه صالح موريتان ان شاء الله تعالى. جئت لأصوت في هذا الاقتراع الهام الذي تشهده بلادنا، والذي شرت حملته الانتخابية بشكل طبيعي. ممثل المرشحين لم يسجلوا حتى لحظات إعداد هذا التقرير أي مشاكل تذكر. ما شاء الله سيتي بيان باسي كامل. الأمور تجري بشكل طبيعي وبدون مشاكل تذكر. أتمنى التوفيق للجميع. الأمور تسير بشكل منتظم. لم نواجه أي مشكلة منذ العام. العام اللي نعدروا لأن الناس اللي جاية تزرق. يا الله حد جاي لا يزرق نقب تفت عندنا احنا بعد كاردانجي تبي نعطيها لنا ونشوفوها ونورمال تفت عندنا بلتيها نعود اي حد يزرق نوقعه قدامها. الامور تسير على ما يرام، البدايه جيده وليست لدينا اي مشاكل. الاقبال على مكاتب الاقتراع في سيري بابي يتفاوت من مكتب لاخر، لكن العمليه وبحسب كل الاطراف تسير بشكل طبيعي. إقبال مكثف على صناديق الاقتراع في مدينة سيري بابي عاصمة ولاية قديماغا، إقبال يرى مراقبون أنه يشي بارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي يقول كل ناخب هنا إنه صوت فيها لمن يصلح لموريتانيا. سعيد الحبيب للموريتانية سيري بابي. توجه أكثر من 31,000 ناخب في ولاية تير الزمور صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد يعهد إليه بتسيير المأمورية القادمة. وتوزع الناخبون على 75 مركزا للتصويت من أجل أداء واجبهم الانتخابي. بدأت عمليات الاقتراع الرئاسي على مستوى ولاية تير الزمور في حدود الساعة 7 من صباح اليوم بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لضمان سير عمليات التصويت. وشكل الناخبون في مدينة زوراد طوابير أمام مكاتب التصويت تختلف في حجمها باختلاف الموقع الجغرافي من أجل أداء واجبهم الانتخابي. هذا المكتب أعضاء المكتب ورئيس المكتب حضروا هنا ساتة ونص، وليلة بزرطة حضروا من قبل الوقت بدأوا يتفاتوا، المهم من 7-5 جاهز كده ترتيبات المكتب عدلنا معظمها البارح صباح جاهز. 7:02 ولقنا بالكيس ثور جماعة قدام وفتحناه قدامهم وقلقناه لقدام. 7:00 دخل علينا أول ناخب وعدل عملية التصويت بكل أريحية وبكل هدوء، وما زالت متواصلة الحمد لله، ولا فيها مشكلة واللوازم تامة والطاقم تام، راجين العملية تسير على ما يرام إن شاء الله. ومن أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية زود ممثلو المترشحين بنسخ من اللائحة الانتخابية لتمكينهم من التحقق بدقة في هوية الناخبين خلال عمليات التصويت. أنا ممثل مرشحي تحالف لنعيش معا. بالنسبة لنا بدأت العملية الانتخابية في وقت مبكر، ويمكنني أن أقول إن العملية كانت شفافة ونزيهة.
ريبريزونتان ويد مولود اذا بارك ماشي بطريقه زينه ما عرفت لاحظنا شيء سي بيان. مثل رئيس سيدي محمد بوبكر حزب التواصل وزين عندي لفتنا شي من بعد خطا لباس ما بيش. ممثل محمد لمين ولي الوافد وشاكر العمليه الانتخابيه سارت بهدوء. مثل المرشح السيد محمد الشيخ محمد احمد القزماني ما شاء الله اجراءات التصويت زينه ما شاء الله لفتنا شكرنا ليش. ولاقت عمليات التصويت في مدينه الزرات اهتماما من طرف المراقبين الدوليين الذين تنقلوا من مكتب لاخر من أجل متابعة العملية التي لاقت استحسان الناخبين في المدينة المنجمية. ما رأيت مشكلة تبارك الله جيت وتوه صوت ما فهم مشكلة لا لاحظتم ولا شيء الحمد لله ما لاحظنا شيء الحمد لله. أنا جيت وقبلت كاردي عن جيتي ودخلت وصوت ما شاء الله ما عندي مشكلة وتعطوني بطاقة الناخب عملية تصويت ما شاء الله زينة عدل تفبير وهذا التابع. ويبلغ عدد الناخبين على مستوى ولاية تير زمور 31,500 ناخب موزعين على 75 مكتبا للتصويت سيختارون من خلال هذه العملية رئيسا جديدا للبلاد. هكذا صوت الناخبون في ولاية تير زمور في الاقتراع الرئاسي من أجل المشاركة في تسيير المرحلة المقبلة وكلهم أمل في معرفة ما ستفرزه صناديق الاقتراع خلال الساعات المقبلة. سيد أحمد البوكار سيرة زوارات الموريتانية. وفي ولاية إنشيري توجه اليوم ساكنة مدينة أكجوجت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ويصوت في الولاية زيادة من 16,900 ناخب. أكجوجت بعد حملة دعائية هادئة يتجه سكانها اليوم كغيرهم من مواطني البلد للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية. عمليات التصويت هنا جرت بحضور ممثلين عن المترشحين بعد حلول الوقت القانوني المحدد لانطلاق عمليات الاقتراع. ما شاء الله بدأنا السابعة وظروف على أحسن ما يرام ما تلقينا أي مشكلة ما شاء الله الناس تزرق ولا الحال جيد. المواطنون الذين حضروا لأداء حقهم الانتخابي أكدوا أن يوم الاقتراع يشكل الحلقة الأهم بالنسبة لهم. عملية جرت بأحسن ما يرام ظروف جيدة وسهلة. جينا هنا مع الصباح تبارك الله وجبنا الرنق ناس منضبطة ملتزمة تبارك الله وزرقنا مناخ جيد أمني ما شفنا أي شيء تبارك الله خلقهم مشي غير طبيعي. زرق زين ولا في مشكله احنا بعد ما راينا في مشكله وعرنا عنه زين. ممثلو المترشحين لهذه الانتخابات عبروا عن ارائهم حول مسار عمليات الاقتراع منذ انطلاقتها صباح اليوم. ممثل بيرام داوي اللعبيد ثانويه أكجوجت مكتب رقم 2 فتبارك الله ما شاء الله الفات على التصويت ما نمشي قرين على شيء سبحان الحمد لله. ابراهيم ممثل محمد الشيخ محمد احمد الشيخ القزواني دخلنا هنا تيا السابعة ورئيس المكتب نعتنا جميع الإجراءات مقفول وكل شيء بدينا الزرق السابعة وعشرة كل شيء على ما رأوا الحمد لله. أعلي ولي محمد ممثل عن سيد محمد البكر لحد اللحظة ما لاحظنا شيء ما شاء الله الأمور طبيعية ما شاء الله لا لاحظنا شيء ما شاء الله تبارك. لأن علي ولي باية ممثل الدكتور محمد المولود حد اللحظة ما في أي خروقات ولا لاحظنا شيء سوى شنو هو وراجم عند ولاية تم الحال بالحال ده هو. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية إنشيري أكدت أن ظروف سير الاقتراع تسير وفق خطتها المرسومة سلفا. قلنا للرؤساء أنهم يتعاملوا مع ممثلين مترشحين بالمرونة الكافية إلى لاحظوا الشيء والله اشتبهوا بطاقة يلا يعطوها لولين يشوفوها وإلى اعترضوا يلا يخرصوا وجه اعتراضهم إلى عاد واقع يعدلوا. وعلى نختار العملية تسنتي بصفة شفافة ونزيهة ويرضى عنها الجميع هذا هو الهدف عندنا احنا لجنة الانتخابية. سكان إنشيري أقبلوا بعد حملة انتخابية على صناديق الاقتراع بعد تنافس هادئ وإيجابي ومسؤول. سيدي البو أحمد لقناة الموريتانية مدينة أكجوجت. من مدينة أكجوجت ننهي هذه النشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الناخبون الموريتانيون يرجون بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية 2019. رأى
رئيس الجمهورية وسيدة الأولى يؤديان واجبهما الانتخابي في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية. المترشحون للانتخابات الرئاسية 2019 يبدون بأصواتهم في مكاتب مختلفة بالعاصمة نواكشوط. ختاما بإمكانكم متابعتنا وتواصلوا معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية من يوم باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله. Grâce à Chinguitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles Ougia, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles Ougia, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile.